وبأولى مساحاتنا لليوم رح نكون مع عالم الطفل ونحكي عن قيمة كتير أساسية بهذا الوقت لازم نزرعها رشا بأطفالنا وهي الاحترام. قديش يعني بيوصفوا هذا الجيل إنه ما عنده احترام للي أكبر منه أو هيك شوي يعني بنقول بتخطى الحدود ببعض الأمور؟ هو هذا الجيل يعني غير كل الأجيال وحتى الأخصائيين التربويين اعترفوا بهي القصة أنه نحن اليوم قدام جيل ذكي كتير وخاصة خلينا نقول عالم السوشيال ميديا كان له كتير دور بهي القصة. اليوم ضمن فقرتنا ومساحتنا التربوية رح نسلط الضوء أنه نحن اليوم كيف قادرين نزرع هذا الاحترام بأطفالنا وشو هو أشكال الاحترام. معلومات كتير مهمة حجاوبنا عليها ضيفتنا لليوم الأخصائية التربوية نغم تربية. يسعد صباحك يا نغم وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم صباح المشاهدين. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يعني حلم كل اهل اليوم انه ينوصف ابنهم بالمجتمع انه هو محترم او مؤدب او خلوق، فخلينا نعرف هاي الصفه شو بنقصد بالاحترام وكيف ممكن نحن نعلمها لطفلنا. الاحترام هي ميزه حميده بيتميز فيها كل انسان او صفه بيتميز فيها كل انسان. الطفل بيتعلم صفه الاحترام من الاهل وبيتعلم سلوكيات ثانيه، هي السلوكيات ممكن تكون سلبيه أو إيجابية من الأهل بدون ما الأهل تنتبه. يعني الطفل بالنهاية هو مقلد، هو بيلتقط أي شيء كاميرات، مشغل كاميراته كل حواسه بنعتبرها كاميرات لحتى ينقل الشيء اللي عم يعمله الأهل أو يصير يتصرف مثلهم. فهون أنا ما فيي أزرع قيمة الاحترام إلا من بداية نشأة هي الأسرة. يعني لما بيكونوا الزوج والزوجة متفاهمين، في عندهم أسلوب راقي بالتعامل، في تفاهم بيناتهم، هون هذا الشيء بننقله للطفل. يعني أنا ما فيي ابني أسرة متحابة متفاهمة إلا إذا أنا كرست هي قيمة الاحترام ليتبادلوا بين بعضهم. يعني أنا مو بالضرورة، أنا الطفل لازم من الأول من أول ما ينشأ سواء في موجود ضمن مجموعة غريبة أو ضمن الأسرة بحد ذاتها لازم يستخدم كلمات، هي الكلمات تعتبر كتير حلوة لحتى الطفل يكمل. مثلا لو سمحت، إذا بتريد، يشكر مثلا، شكرا، انه هي هذا الكلام نحن بنبدا مع الطفل فيه. لانه اهم، هلا بنرجع لموضوع المنهاج من مناهج التربيه وهي الامور، من افضل مناهج التربيه للطفل هو التعلم بالقدوه. لما بكون انا قدوه لابني فبده يتعلم مثلي. انا كأم او دوري كراعية لشؤون الاطفال هون لازم انا اطبق على ارض الواقع. يعني ما بطلب من الطفل شيء انا ما عم بعطيه، ما صحيح. بطلب منه الاحترام وانا اساسا ما عم بحترمه، ما بطلب منه الاعتذار وانا اساسا ما عندي ثقافه الاعتذار. فهون شوي شوي الطفل بيصير بيقلد وبيعمل الشيء اللي انا عم بحكيه. مثلا طيب عم تحكي اليوم عن نقطة كتير مهمة ودائما نحن منسلط عليها بكل صباحاتنا انه الام والاب العائلة هي المنشأ الاول لهذا الطفل. ونحن اليوم شو قادرين نغرس فيه حنقدمه للمستقبل بالقصص اللي علمنا اياها من صغره. يعني طيب اليوم انا في خطوات بدي امشي انا مع طفلي فيها وذكرتي نقطة كتير مهمة، اذا الاب والام او العائلة بشكل كامل ما فيها هي القصة فنحن اليوم ما انا قدران نصدرها لهذا الطفل كرمال يتعلمها مننا. بالنهاية هو ببغاء، يعني شو ما بيسمع بيقول وبينقل فخلينا نحكي على الخطوات اللي نحن اليوم قادرين نبلش فيها مع هذا الطفل بموضوع الاحترام. تماما، اول خطوه بدي بلش معه من هو وصغير. يعني انا ما باجل هذا الشيء. يعني كثير من الامور بنشوفها من السلوكيات بيتبعها الطفل انه الطفل بيبدا بكلام، بيصدر كلام بذيء مثلا، بيحكي كلمات نابيه انه الاهل بتضحك له ببدايه، لما بعدها بنلاحظه انه الولد كبر وصار يعرف يحكي، ممكن انه يوجه سلوكيات خاطئه للاكبر منه، كمان نحن هون بنصير بنضحك. هذا الشيء غلط. لازم بالبدايه نعلم الطفل الحدود. الطفل هو وصغير ما بيعرف حدود الملكيه، ما بيعرف حدود الاحترام، ما بيعرف اذا هذا الشيء صح او غلط. لما بوجهه بطريقه صح ليميز بين الصح والغلط لازم انا اعرفه هذا الشيء، لانه هو كل شيء متاح بالنسبه له. هذا الموضوع بيسهل علي كتير اشياء لحتى انا اوصل الطفل لمرحله حلوه. وللاسف هذا الشيء اللي عم نلاحظه هلا بالمراهقين بالاعمار ال 14 وال 15 سنه، انه خلص كبر شاب او بنت. يعني طبعا ما عم بحكي، ما عم عمم، في حالات عم بتكون حالات خاصه،
انه خلص انا كبرت، اهلي ما لهم علاقه، ما بيتحملوا كلمه مثلا، انه ما حدا دخلوا فيه. هون نحن بطريقه كثير بسيطه، ما نيأس. يعني انا ما في يقول اذا انا ما بلشت مع ابني من هو وصغير خلاص ما عاد في اعمل معه شيء، لا، ما عليه، خليني ضل حاول لاخر مرحله بحياه الطفل، لانه هو مسؤول مني لإلي. فانا شو بساوي؟ اهم شيء واهم خطوه فيهم هو الحوار. الحوار البناء بيني وبين الطفل، لحتى دائما تكون العلاقه علاقه محبه وصداقه بيني وبينه، لازم يكون في حوار مفتوح وسليم بيني وبينه، لأعرف هو شو عم بيفكر، لحتى شوف هو شو بيحب شو بيكره. هاي الأمور كلها بتخليني قريبة من الولد، وامنع كلمة لا، لأنه كل شيء ممنوع مرغوب. أنا كل شيء بدي أحكي مثلا، إذا بدي أحرمه من الأشياء اللي بيحبها وأجبره على شغلات هو ما بيحبها، هون بده يتمرد، بده يمل، فبيوصل لمرحلة أنه أنا خلص ما عاد رح أسمع الكلام. هذا الموضوع كتير غلط. كمان كون أعطي الثقة، مساحة كبيرة من الثقة. في كتير أهل مثلاً بتوعد الطفل، نحن عم نحكي هي الأسباب اللي بتولد عدم الاحترام بالنسبة للطفل، إنه أنا بوعده خليني أكون واقعية بوعودي. يعني أوعد طفلي إنه أنا مثلاً بعد فترة بدي أخذك على مكان أنا مو قادرة أخذه عليه، لا، خلينا ضمن الحدود، ضمن استطاعتي، لحتى الطفل يكون هو صادق بتعامله، يوثق بكلام الأم والأب. لأنه دائماً الطفل إذا ملاحظ بيسمع كل حرف بتحكيه، إذا أنت بتعيد الجملة بطريقتك بيقول لك لا، هذا الكلام مو صح اللي حكيتي. إذا بتعيدي الحكاية بتغيري فيها جزئية بسيطة أو بتنسي ولو شيء منها، بيقول لك لا مو هيك. بدك أنت ترتبي الكلام صح مثل ما حكيتي، وتفعلي الشيء اللي حكيتي، هذا شيء كثير ضروري لحتى يوطد الثقة بيني وبين طفلي. تمام، خلينا نحكي بشكل مفصل وأوسع عن دور الأب اليوم بعملية الاحترام، وكيف هو ممكن يعلم ابنه أو بنته هي الخصلة إذا بدنا نقول. هلق نحن بدور التربية ما عنا مبررات بصراحة. ناس بتجي بتحكي لي إنه أنا ظروفي صعبة، أنا ما بقدر، ما عندي وقت، كل هاي الأمور. إذا نحن بدنا نمشي على هذا الشيء إنه أنا ظروفي صعبة أو ما بقدر، غايبة عن البيت لوقت طويل، أو الأب طبعا، هذا الشيء بتمر مرحله تربيه الطفل بدون نحن ما نشعر، وبيوصل لمرحله معينه نحن ما عاد نقدر نسيطر على الطفل. دوره مهم، حتى لو نحن عطينا وقت بسيط للطفل، او الاب حتى لو كان عنده شغل او شيء عطيناه وقت كثير حلو. هون الاب دائما له كلمه، له وهره بالبيت مختلفه عن الام. دائما الام متصفه بانه هي اكثر حنيه، اكثر دلال للطفل، فالاب ضروري دوره مهم بهي المرحله، ولازم دائما يتابع امور طفله. بس في نقطه هون، دائما نحن بيكون الاب احيانا مدمر لهي العلاقه، احيانا الاب هذا الدلال الزايد، الحريه الزايده للطفل. يعني الام بتشد، الاب بيرخي، الام بتروح روح لتعلم مبادئ بأساسيات بالحياة، إن كان بالاحترام، إن كان بأي قصة طفولية، ولكن منشوف دائما الأب عم ياخذ ببعض الأحيان، مشان ما نقول اليوم عم نظلم جميع الأبهات يعني، ولكن يعني الواقع بيقول لك إنه النسبة الأكبر الأب دائما عم بيكون هو العنصر اللي كثير بدلل بالبيت، اللي كثير بيروح تعب الأم. بهي الحالة الأم شو لازم تتصرف؟ هلا بدك تقولي لي لازم يكون في اتفاق، بس المشكلة على أرض الواقع ما لنا عم نقدر نطبق هي الفكرة. يعني ما في مجال، يعني لو إذا ما في تفاهم بين الام والاب، ما في، بيضيع الموضوع. يعني حتى الولد بيضيع، بيصير في عنده ازدواجيه، ما بيعرف كيف بده يتعامل. فضروري يكون في تفاهم بهذا الموضوع، والدلال المبالغ فيه دائما بعيده، بكل حلقه بعيده. الدلال مثل الحرمان تماما، يعني نتائجه عم تكون مثل نتائج الحرمان. فنحن لازم نكون معتدلين باي شيء. انا بعطي ابني اللي بده اياه، ما بحرمه، بس بالوقت المناسب. يعني ما بعطيه كل شيء. والشيء اللي عم نلاحظه بهذا الجيل، لانه كل شيء متاح عنده، فهو ما عاد عنده قيمه للشيء، ما عاد عنده قيمه للامور، او اي شيء بتحطيه قدامه ما بيعجبه. فهون لا، ما عليه، خلينا نعلمه القناعه، لحتى القناعه توصله لاشياء ثانيه. نحن اليوم بلعبه، بكره منصير بشيء ثاني، بيكبر بصير اي شيء بيملكه ما بيعجبه. صحيح. نغم، خلينا هيك قبل ما نختم معك، نقدم نصائح بشكل عام وبشكل مفصل اليوم، كيف ممكن نحن نعلم الطفل صفة الاحترام، سواء بالمدرسة مع الأخ الأكبر أو الأخوات الأكبر، مع الأب والأم، مع الأقارب.
طبعا هي الاحترام هو سلوك لازم دائما، هي نصيحة لكل أم وأب نتبعها بكل الأوقات. ممكن تمر علينا فترات من العصبية من الانزعاج، أكيد هاي الأمور ما في حدا كامل بالنهاية، كلنا منعصب كلنا من هاي، بس نكون حذرين بهاي الفترة. يعني أنا دائما بعطي الطفل حقه، يعني أسوأ شيء عم نعاني منه هلق لما الطفل بيجي بيحكي أنه أوكي أنا مثلا بكون ماسكة موبايلي أنه ما برد على طفلي، لا أنا لازم يكون في تآزر بصري بيني وبين الطفل، أعطيه أهمية. عدم إسكات الطفل بهي المرحلة، الطفل مثل ما حكينا ما بيعرف حدود، ما بسكته لما بيكون في حديث. الطفل دائما بنشوف بيصير بيعمل هيك للأم إنه اسمعيني اسمعيني، ما يضل موبايل أو لابتوب، بس مشان ما يضل يحكيكي بهي الطريقة أنا بكلمة واحدة إنه بدور لعنده حبيبي بس لخلص هي لخلص اللي بإيدي برجع لك. وبالفعل لما بخلص الأشياء اللي بإيدي برجع له وبشكره إنه هو سكت، يعني ما عاد كمل هي الأمور. فهون نحن ما علينا نتعاون، نطول بالنا، نعطي وقت كافي للطفل، نبتعد عن العصبية لحتى نعزز قيمة الاحترام عند الطفل واللي هي كتير صفة مهمة عند الكبار والصغار، بس لازم نبلش فيها من هنن وصغار لتكبر معهم. طيب نغم، في بعض الحالات نشوف حالات من الأطفال إنه ما في استجابة بالبيت من كان من الأم أو الأب، يعني بيكون عنده مزاجه الخاص، بتحسي طفل عصبي، طفل متنمر مثلا. اليوم شو دور التربية الاختصاصية؟ طبعا نحن لما بنشوف طفل عصبي او طفل متنمر انا ما بدي عامله بنفس طريقته، رد الاذى بالاذى او رد العنف بالعنف، او مثلا انا اتنمر عليه رد عليه مثل ما هو عم يحكيني، لا انا بدي اختار وقت مناسب لحتى وجهه بطريقه صح. وكمان في شيء كثير حلو نحن بنعمله للطفل، انا لما بشوف طفل متنمر طفل عصبي احلى شغله بعمل له اياها هي انه بضمه ودائما بحكي له انه انا بحبك وانت حلو وانت شاطر، يعني هذا الكلام بيأثر بالطفل، بتلمسه بصير بعمل له على شعراته لحتى يشعر انه في حدا بحبه. شعور بالطمأنينة، شعور بالحب بالأمان، هذا الشيء بيخلي الطفل يمشي، يعني يخفف هي العصبية. طفل ليه عم بتكون ردة فعله عنيفة؟ لأنه هو ما عم اللي حواليه ما عم يفهموا عليه. فأنا لحتى أختصر هذا الموضوع، ما عليه، بدها طولة بال، بدها صبر، لأنه التربية هي طريق طويل، تراكم سنوات. تماما طريق طويل لحتى نوصل للنتيجة اللي بدنا إياها، بس رح نوصل بالصبر أكيد بالتفاهم. بدي لك قد ايه بدها صبر، قد ايه بدها، بس واجبنا نحن لنرتاح، يعني لنرتاح بعدين. طيب انت برايك نغم قد ايه هذا الوقت الضغط السوشيال ميديا قد ايه اثروا سلبي على هذا الطفل، يعني بتعامل الاهل معه؟ تماما 100% اثروا عليه بشكل سلبي، بس كمان نحن نجي السوشيال ميديا اثرت عليه والظروف عم بتاثر عليه ونحن ما نعرف نتعامل معه، بصير شيء كثير صعب، يعني لانه بالنهاية بنبني مجتمع فاشل. فلحتى نبني مجتمع سليم صحيا نفسيا وعقليا لازم نكون نبلش من حالنا لحتى تبين هاي النتائج على أطفالنا. مرام، خلال حديثك قلتي انه ما في وقت متاخر اليوم لحتى نعلم طفلنا هذا السلوك، سلوك الاحترام بشكل عام، وحتى ولو كان شوي الطفل عنده عادات سيئه. خلينا هيك ولو سريعا نذكر الخطوات اللي ممكن تمشي فيها الام اذا بنقول لترويض سلوك سيء وغرس يعني سلوك جديد على عمر شوي متقدم. تمام، اول شيء انا ما بدي عاند الطفل، يعني بدي امشي معه، اكيد ما بمشي معه بالخطا بس انا بمشي معه لحد معين لحتى انا فرجيه وين الخطا، يعني ما في احكي كل شيء لا 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 مثل ما حكيت بالبدايه. بدي يكون دائما انا صادقه معه بالتعامل، صادقه كيف بمعنى مو امور الوعود وهي، انه انا مثلا لما بتحكي لي شيء ولما انا وياك بدي وطد هي العلاقه، علاقه الصداقه، هذا الشيء بيضل بيني وبينك، ما بحكي مثلا قدام خالتك عمتك ستك، هي الامور كمان بتاثر على الطفل، يعني السلوك الخطا اللي بيصدر من الطفل من المراهق، انا اذا بدي اروح احكي امام الناس هون بصير في عنده رده فعل، ما عاد بصير في ثقه بيني وبينه، ما عاد بصير بيحكي بيتقرب مني، بيقول اذا انا ما الام ما حافظت على هي الاسرار اللي هي بالنسبه له كثير مهمه، فانا خلص ما عاد بدي كمل معه. ودائما اللي بنشوفه انه اي كلمه بيحكوها الاهل الطفل ما بيتقبلها،
دائما بيكون في تقبل من الغريب اكثر من الخاله من العمه تماماً من الجده. فانا لا حتى ما اوصل لهي المرحله الطفل من الاهل في بعض الاوقات. لا لا انا يعني. مثل هي الشباب انا عم لاحظها بعمر ال14 في كثير اولاد بهذا العمر بيكونوا قراب من امهاتهم. ليه؟ لانه الام دائما عم بتكون قريبه منه، عم تفهمه وعم تسمعه. بنرجع لنفس الكلام، هذا الحوار بيني وبينه، حتى لو انا في شيء عم يحكيه زعجني انا ما ببدي له هذا الانزعاج لحتى يضل مأمن ويكمل هذا الشيء. طفل بده يجرب وبده يروح، بده يجرب اي شيء، تصرفات اي سلوكيات، لكن بالنهاية رح يرجع لموضوع رح يرجع للأساس، لأساس التربية. ودائما يعني المثل ما بيقولوا ما الإنسان ما خلت شيء اللي ما قالته، بيقولوا إذا كبر طفلك خاوي. تماما. شكرا نغام لكل المعلومات، ويسعد صباحك. صباحك حلو على طول، أهلا وسهلا فيكي حبيبتي. تسلمي لي. شكرا كثير لك نغام.